سياحه اليخوت يا فندم، وده كان موضوع مهم جدا، وسيادتك وجهت لي ان لازم تبقى مصر زيها زي كل الدول المحيطه بينا. ما كانش عندنا ما يسمى بسياحه اليخوت. انشانا طبعا. ليه ما كانش عن سياحه اليخوت؟ صاحب اليخت كان بيجي بيطلب، عايز يجي يزور مصر، كان بياخد تصديقات من 14 جهه، وكل جهه تدي له تصديق في يوم اثنين ثلاثه، كان بيصل الفتره من 30 الى 35 يوم. كل جهه كانت بتاخد رسم لوحدها. كل الكلام ده كان بيطفش او ما يخليش او بيعزفه ان هم يجوا مصر وروحوا كل الدول المنطقه المحيطه سواء في البحر الاحمر او البحر المتوسط. سيادتك وجهت يا فندم ان الكلام ده لازم كله يتطور. اخذناه في قطاع النقل البحري، حيث ان هو الجهه المختصه في وزاره النقل وفي الدوله. بقى عندنا منصه رقميه واحده يدخل عليها صاحب اليخت من امريكا، من اوروبا، من الدول العربيه، من اي حته، خلال نص ساعه لما يخش على المنصه ياخد التصديق. اتفضل بعد 30 دقيقه فقط بدل ما كان 30 يوم، 30 دقيقه فقط اتفضل بجدول كده، زور كل المراين والمواني اللي فيها محطات ركاب اللي انت عايزها، بناء على هذا الجدول تتفتش مره واحده ساعه الوصول وساعه المغادره، الرسم بيتاخد منك مره واحده في قطاع النقل البحري، عايز ترجع تجدد تجدد، عايز تروح جزر وده الجديد، اي جزر من الجزر المصريه يا فندم نسقنا مع القوات المسلحه ومع الامن القومي، وكل الجزر مفتوحه دلوقتي وبتتحط على الرحله بتاعه السائح اللي عايز يجي باليخت.